99% من القضايا اللي عندنا بتروح على الكسام لسه استغفر الله انا بعرف اخوي شو بعت لي بس يجيك اي رابط. نهدف من خلال هذه الورشة إلى بث روح الوعي لدى طلابنا وأبنائنا في مدرسة الإسراء النموذجية من خلال التعرف على مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية من سلبياته وطرق الاستفادة من فوائده الجمة وكيفية استغلاله لبناء الطلاب بناء واعيا، وأيضا التعرف على طرق السلامة المرورية لطلابنا في الصف السادس وطلابنا في الصفين السابع والثامن. نحن في مدارس الإسراء النموذجية نتقدم بالشكر الجزيل لإخوتنا في مديرية شرطة محافظة طول كرم على أدائهم وتواصلهم معنا، وأيضا نتقدم بالشكر الجزيل لإخوتنا الإعلاميين ونخص بالذكر الإخوة في تلفزيون الفجر الجديد الذين يتواصلون معنا في كل يوم فيما هو مفيد. احنا هون موجودين حول موضوع مخاطر الانترنت والجوال وكيفية استخدامه والعلاج طبعا، وبنعطي هنا محاضرات توعية في المدارس الأخرى للوقاية من هذا الموضوع. أنا الحمد لله استفدت اليوم من الدورة عن الانترنت فوائده ومضاره، والحمد لله بشكر المدرسة إنها تعاونت مع الشرطة عشان يعرفونا فوائد الانترنت ومضاره.